فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. السؤال: كيف ينشأ الشاب في طاعة الله في هذا الزمان؟ إذا ربي عليها، ينشأ إذا ربي عليها وكان في بيت نشأ على العبادة وأهله أهل عبادة، فينشأ الطفل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ما في شك. الطفل ينشأ على ما في البيت من خير أو شر. نعم.